أصدقائي، اليوم حنضوي أندية الليلة من أفضل الليالي وهي خير من ألف شهر. ليلة القدر هي أفضل من ألف شهر، هي ليلة العبادة والدعاء. ونحن لما وعينا على الدنيا وعم نسمع أهلنا دايما بيضلون يقولوا هيك. نحن كمان بس نقرأ القرآن الكريم نقرأ سورة القدر. شو معنى ليلة القدر؟ ليش سموها هيك؟ ليش هي خير من ألف شهر؟ خليكم معي واسمعوني منيح 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 عشان نعرف أجوبة هيدي الأسئلة. سميت ليلة القدر بهيدا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى عطاها شرف كتير 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 كبير وعطاها قدر عظيم، لأنه فيها تتقدر أمورنا من خير وشر، رزق وحياة وموت لمدة سنة كاملة، وكمان لأنه أنزل فيها القرآن على قلب رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بقول الله عز وعلا في كتابه العزيز في سورة الدخان: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، صدق الله العلي العظيم. فيها بتتنزل الملائكة والروح الأعظم بإذن الله، بتروح لعند الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، بتتشرف بالحضور عنده وبتقدم لكل واحد فينا شو انكتب له لمدة سنة كاملة. بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بصورة القدر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العلي العظيم. ولهيك يا أصدقائي أعملنا فيها من عبادة وذكر وصدقات، وأعملنا فيها خير من ألف شهر، وهيدا فضل ورحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده. ونحن لازم نعظمها ونحييها بدعائنا. بقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحسب ما بتقول الأحاديث إنه ليلة القدر هي واحدة من ثلاثة: ليلة 19، ليلة 21، وليلة 23. وخلونا يا أصدقائي نجتهد بصلاتنا وبقراءة القرآن الكريم وتلاوته وبقراءة الدعاء لنحصل على ثواب هيدي الليالي. ولهون يا أصدقائي منكون وصلنا لنهاية حلقتنا، انطروني بحلقة جديدة وأنديل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.